عزيزي الدارس، هذا مثال عام لما مر معنا سابقا في الوحدة كامل. لاحظ أن شركة صنعاء للمقاولات قامت بتنفيذ العقد وهو إنشاء جامعة العلوم والتكنولوجيا للتعليم المفتوح، وإجمالي تكلفة العقد أو القيمة الإجمالية للعقد تمثل 40 مليون. وخلال تنفيذ المشروع تم صرف مواد خام للموقع عبارة عن 6 مليون وشراء مواد بثلاثة مليون. تبين أن هناك مواد تالفة تكلفتها 60 ألف ريال، تم بيعها بمبلغ 30 ألف ريال، وقد اعتبر هذا التالف في حدود التلف المسموح به. المواد المتبقية في الموقع مبلغ 1,500,000 ريال. المرتبات والأجور التي صرفت خلال الفترة المالية 1,710,000 ريال، بمقابل التأمينات الصحية 900,000 ريال والتأمينات الاجتماعية 390,000 ريال، وبالتالي سوف يكون المبلغ الإجمالي اللي يتمثل المرتبات والأجور 3 مليون ريال. القيمة الدفترية للمعدات الثقيلة المستخدمة للموقع مبلغ 30 مليون ريال. وهنا عزيزي الدارس سوف يتم احتساب تكلفة إهلاك الآلات على أساس هذا المبلغ. تم صيانة المعدات بمبلغ 300,000 ريال، إهلاك المعدات وفقا للقسط الثابت 10% سنويا. صرفت معدات صغيرة من المخزن للمشروع بمبلغ 600,000 ريال. قيمة المعدات الصغيرة لا زالت موجودة عندي في الموقع ب 300,000 ريال. الشركة قامت بالتعاقد مع شركة أخرى كعقود الباطن بمبلغ 15 مليون، نفذ منها خلال الفترة الحالية 50%، أي ب7,500,000 ريال. تكاليف الدراسة والمناقصات وإعداد العطاءات 1,500,000 ريال. التكاليف الإدارية 330,000 ريال. تكلفة الأعمال المنفذة وغير المعتمدة 900,000 ريال، أي تم تنفيذها ولكن لم يتم اعتمادها من قبل العميل. إجمالي قيمة المستخلص والمعتمد من المهندس عبارة عن 25,000 ريال. فإذا علمت أن جامعة العلوم تدفع 96 من إجمالي قيمة المستخلصات، أي من إجمالي 25 مليون، وتحتجز الباقي ليمثل 4% كضمان من عن الأعمال المنفذة. أيضا تقوم الشركة بحجز نسبة من أرباح الأعمال المعتمدة كاحتياطي عمليات تحت التنفيذ. المطلوب إعداد حساب مراقبة تكاليف العقد تحت التشغيل وبيان الأثر على قائمة المركز المالي. لا يتم التوصل إلى حساب مراقبة تكاليف العقود إلا من خلال القيود المحاسبية. لاحظ عزيزي الدارس بأنه سوف يتم تحميل إجمالي تكاليف العقود كما مر معنا سابقا بإجمالي التكاليف من المواد ومن المواد الخام المشترى والمرتبات والأجور ومصاريف الصيانة وإهلاك المعدات والآلات ومراقبة مخازن الإدارات والمعدات وتكاليف عقود الباطن. كل هذه التكاليف سوف تحمل على حساب مراقبة تكاليف العقود تحت التشغيل. ولكن كيف تم الحصول على المرتبات والأجور؟ لاحظ عزيزي الدارس بالرجوع إلى المثال السابق الفقرة رقم 6 عندما قال بلغت المرتبات والأجور خلال الفترة 1,710,000 ريال، والتأمينات الصحية 900,000 ريال، والتأمينات الاجتماعية 390,000 ريال. وبالتالي ظهر لي حساب المرتبات والأجور بإجمالي المبلغ 3,000,000 ريال، أي 1,710,000 ريال زائدا 900,000 ريال زائدا 390,000، إجمالي المبلغ 3,000,000 ريال. لاحظ عزيزي الدارس الفقرة رقم 7 أن إجمالي القيمة الدفترية للمعدات كانت ب30 مليون، ونسبة الإهلاك في 10%. إجمالي إهلاك الآلات والمعدات إذن 1,500,000 ريال كما هو ظاهر معنا. تكاليف عقود المقاولات بالباطن ظهرت بمبلغ 7,500,000. بالرجوع إلى الفقرة رقم 12 الشركة قامت بالتعاقد بمبلغ إجمالي 15 مليون، نسبة التنفيذ 50% ونفذ منها 50%. فلو ضربنا 15 مليون في 50%، أي 50/100، سوف يعطيني مبلغ 7,500,000 ريال. لاحظ عزيزي الدارس عندما قال من حساب الصندوق بمبلغ 30,000 ريال الفقرة رقم 3 عندما قال تبين أن هناك مواد تالفة تكلفة المواد التالفة 60,000 ريال، تم بيعها بقيمة 30,000 ريال، إذن تمثل القيمة البيعية للمواد التالفة. عندما قال من حساب المواد الخام تكلفة المواد الخام الذي في الموقع، إذا 1,500,000 الظاهر في الشريحة تمثل الفقرة رقم
5 عندما قال بلغت المواد المتبقية في الموقع بمبلغ 1,500,000 ريال. المبلغ 300,000 ريال من حساب الأدوات والمعدات الظاهر في الفقرة رقم 11 عندما قال بلغت قيمة المعدات الصغيرة ب300,000 ريال. إلى حساب تكاليف الدراسة والمناقصات وإعداد العطاءات، حساب تكاليف إدارية خلال الفترة. لاحظنا عزيزي الدارس بأنه تم تحميل إجمالي تكاليف العقود تحت التشغيل بإجمالي هذه التكاليف. لاحظ عزيزي الدارس لو جمعنا إجمالي التكاليف كما مر معنا في الشريحة السابقة وفي هذه الشريحة، سوف يصبح عندي إجمالي التكاليف ب23,730,000، وبالتالي تم وضعها في الجانبين، في الجانب المدين ب23,730,000، وفي الجانب الدائم ب23,730,000. أيضا لو تم الرجوع إلى الشريحة السابقة وتم جمع 30,000 زائدا 1,500,000 زائدا 300,000 سوف يعطيني 1,830,000. لو تم تنقيصها من إجمالي التكاليف 23,730,000 سوف يعطيني 21,900,000. هذه تمثل لي كرصيد تكلفة إجمالي تكلفة العقد بعدما تم مقابلتي إلى إيرادات مع التكاليف. لاحظ عزيزي الدارس بأنه تم نقل رصيد تكلفة العقد إلى الجانب الآخر كطرف مدين كرصيد تكلفة العقد للأعمال المنفذة ب21,900,000. 900,000 ريال الظاهرة من حساب الأعمال المعتمدة المنفذة وغير المعتمدة تمثل الفقرة رقم 15 عندما قال تبلغ تكلفة الأعمال المنفذة وغير المعتمدة بمبلغ 900,000 ريال، وبالتالي تم تخفيضها من حساب تكاليف العقود تحت التشغيل. لو تم تخفيض 900,000 ريال ب21,900,000 سوف تظهر لي إجمالي تكلفة العقد الحقيقي ب21,000,000 ريال، وبالتالي تم وضعها في الجانب الدائن وفي الجانب المدين. لاحظ عزيزي الدارس بأنه تم نقل رصيد تكلفة العقود بمبلغ 21,000,000 تم نقلها من الجانب الدائن إلى الجانب المدين ليتم مقابلة إجمالي التكاليف مع إجمالي ما تم استخلاصه من العقد. لاحظ عزيزي الدارس بأنه تم الحصول على 24,000,000 من خلال أن الأعمال المنفذة بلغت 25,000,000، والعميل يتم احتجاز 4%، أي 25,000,000 في 4% سوف يعطيني مبلغ 1,000,000 ريال. إذن إجمالي المستخلص من العقود يمثل 25,000,000 ناقص 1,000,000 ريال إجمالي قيمة الأعمال المنفذة والتي تمثل 24,000,000 ريال، وهي الظاهرة معنا في الشريحة عندما قال من حساب الأعمال المعتمدة، وهي تمثل صافي قيمة المستخلص أو المعتمد من المهندس. إذن عزيزي الدارس لو تم المقابلة بين إجمالي تكلفة العقد التي تمثل 21,000,000 وإجمالي قيمة المستخلص من الأعمال المعتمدة 24,000,000 سوف يكون رصيد الأرباح المحتسبة عن الفترة تمثل 3,000,000 ريال، أي 24,000,000 ناقص 21,000,000 تكلفة، إذن الأرباح تمثل 3,000,000. وقلنا هذه الأرباح أرباح غير حقيقية لأنه لا نستطيع أن نحدد الأرباح الحقيقية إلا بعد اكتمال المشروع. لاحظ عزيزي الدارس بأنه يتم احتساب احتياطي أعمال تحت التنفيذ يتم احتجازه من قبل المقاول. احتياطي أعمال تحت التنفيذ كما مر معنا في المثال الفقرة باء عندما قال تقوم الشركة بحجز نسبة من الأرباح الأعمال المعتمدة كاحتياطي عملية تحت التنفيذ بنسبة الأعمال غير المنجزة في العقد. عزيزي الدارس لابد يتم تحديد أولا نسبة الإتمام. نسبة الإتمام تمثل قيمة الأعمال المعتمدة اللي تمثل 25,000,000، هي تمثل كأعمال معتمدة، نقسمها على إجمالي قيمة العقد الذي تمثل 40,000,000، نضرب في 100، إذن سوف يعطيني نسبة الإتمام اللي تمثل 63%. إذن نسبة الإتمام عبارة عن 63%. إذن نسبة الأعمال الغير المنجزة تمثل 100%، أي نسبة الأعمال 100% ناقص 63% نسبة الأعمال المنجزة سوف يعطيني 37%، هي تمثل الأعمال الغير المنجزة.
سوف يتم احتساب الأرباح على أساس 37% كاحتياطي عمليات تحت التنفيذ، أي يمثل بما أن صافي الأرباح 3 مليون ريال سوف نضربه في نسبة الأعمال الغير المنجزة 37%، سوف يعطيني مبلغ 1,110,000 ريال. هذا سوف يتم احتجازه كاحتياطي أعمال تحت التنفيذ. لو تم تخفيض رصيد الأرباح المحتسبة كما مر معنا سابقا، الثلاثة المليون ناقص احتياطي عمليات تحت التنفيذ 1,110,000، سوف يعطيني رصيد الأرباح والخسائر نهاية السنة المالية بالإجمالية والصافي 1,890,000 ريال، وهذه اللي تمثل أرباح السنة المالية. الأثر على قائمة المركز المالي في 31/12/2012. لاحظ عزيزي الدارس، سوف يبين ما أثر العمليات اللي تمت خلال السنة المالية على قائمة المركز المالي. فلو لاحظنا تكلفة الأعمال المنفذة وغير المعتمدة التي مرت معي في الفقرة رقم 15 900,000 ريال، ظهرت كأصل من الأصول تمثل كتكلفة أعمال منفذة غير معتمدة. المواد الخام بالموقع 1,500,000 كما مر معنا في الفقرة في التمرين الفقرة رقم 13. الأدوات والمعدات الصغيرة في الموقع 300,000 ريال كما مر معنا في الفقرة رقم 11. إذن الأدوات والمعدات الصغيرة في الموقع 300,000 ريال كما مر في التمرين الفقرة رقم 11. الآلات والمعدات 30 مليون كما مر معنا في الفقرة السابعة، وتم احتساب إهلاك 1,500,000 ريال. إذن إجمالي الآلات والمعدات تمثل 28,500,000 ريال، أي 30 مليون ناقص 1,500,000 يعطيني 28,500,000 ريال. ضمان الأعمال المنفذة تم احتسابها سابقا ظهرت بمليون ريال. احتياطي أعمال تحت التنفيذ كعقود مقاولات الباطن كما مر معنا في التمرين ظهرت بمليون ومئة وعشرة ألف ريال، أي اللي تم احتجازها من قبل العميل. عقود مقاولات الباطن الغير المنفذة ظهرت بسبعة مليون وخمسمائة ألف ريال، أي هذه الأعمال التي لم يتم تنفيذها بعد، بما أنه تم تنفيذ 50% كما ظهرت معي في حساب تكلفة العقود تحت التشغيل بمبلغ 7,500,000 ريال، والمتبقي من 15 مليون إذن 7,500,000 ريال، هذه تمثل عقود مقاولات بالباطل لم يتم تنفيذها بعد.